أهلا بحضراتكم. لمة العيلة تعبير بيعني في المعتاد تجمع الأقارب والأهل، أو يمكن بصورة أوسع تجمع الجيران والأصدقاء. لكن لمة العيلة في برنامجنا هذا يعني لها زاوية مختلفة، حيث يعني قوام أو حيث تجتمع عائلة قوامها 1000 شخص. يمكن رب هذه العائلة أو المسؤول عنها هو جامعة طنطا، أو ما يمثلها بالتحديد كلية الهندسة، يعني حيث قامت هذه الكلية بتنظيم حفل إفطار جماعي حضروا حوالي 2000 شخص من أساتذة وطلبة الجامعة والعاملين فيها، وعدد كبير من رموز وشخصيات محافظة الغربية. الحقيقة هم حضروا مش بس يعني بأنفسهم فقط، ولكن كانت معهم أسرهم أيضا، بما يعني أن هذا التجمع كان لمة عيلة بالمعنى الحرفي للموضوع، ولكنه بمعنى يمكن أوسع وأكثر شمولية. وده الحقيقة معنى يعني يتفق تماما ويليق مع احتفال الجامعة بعيدها أو بيوبيلها الذهبي. معنا في الاستوديو ضيفان كريمان، هما 2 من المشاركين والمسؤولين عن هذا الاحتفال وهذا التجمع العائلي. معنا الدكتور أحمد نصر، وهو القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة طنطا. أهلا بك يا دكتور أحمد، مشرفنا يا فندم. ومعنا أيضا إبراهيم الشناوي، وهو رئيس اتحاد الطلبة كلية الهندسة جامعة طنطا. أهلا بك يا إبراهيم، مشرفنا. كل عام وحضراتكم بخير. دكتور أحمد، يعني اسمح لي أبدأ مع حضرتك. هذه الفكرة، فكرة تنظيم هذا الفطار أو حفل الإفطار الجماعي بهذه الطريقة، بهذه الطريقة اللي بتعكس لمة العيلة الحقيقية، مين اللي كان وراها يا فندم؟ هو في البداية أنا بحيي حضرتك وحيي مشاهدينك الكرام. شكرا جزيلا. وكل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها طيبة. هي فكرة الإفطار الجماعي فكرة مش جديدة عندنا في كلية الهندسة، بقالها كذا سنة، بس كانت بتتم على إطار سكيل صغير شوية. يعني كان عندنا الأقسام ممكن تنظم حفلات إفطار مع نفسها، الأساتذة الإداريين. لكن من 2018 بدأت تظهر فكرة الإفطار الجماعي الموحد للكلية كلها. بدأت في 2018، كان عميد الكلية الأستاذ الدكتور عماد عثمان، اللي هو نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة السابق. فأول ما بدأ الفكرة دي لاقت استحسان كبير جدا في 2018، ويعني كان لها صدى جامد. في 2019 كان الأستاذ الدكتور محمود زكي اللي هو رئيس الجامعة الحالي، كان هو عميد كلية الهندسة. فبنى على نفس الفكرة ودخل فيها وطورها وحط فيها بقى نظام الأشكال اللي ممكن تدي شكل رمضاني شوية. فعملوا فانوس كبير، وكان العدد وصل ل1500 واحد، ويوميها كانت حاجة جديدة عندنا في الكلية، وطبعا لقيت استحسان كبير جدا. صحيح. جينا 2020 و2021، حضرتك عارفة الظروف اللي مرت بها العالم كله، فما قدرناش نعمل حاجة في السنتين دول. في 2022، ومن حظنا الحلو ان احنا بنحتفل في جامعة طنطا بيويلها الذهبي، فبدأت الفكرة ان احنا نعيد تاني الفطار الجماعي بشكل يكون منظم اكتر، بعدد يكون اكتر. فالحمد لله ربنا سهل وقدرنا وعملنا الحفله بتاعه 2022. ده حقيقي دكتور احمد. بس خليني اسالك، لماذا كليه الهندسه بالتحديد من قامت ب يعني تنظيم هذا الحفله والاحتفال؟ والله هي تقدري تقولي حضرتك هي عاده عندنا من 2018 الحفل الجماعي. وكنا سباقين في كده في كليات الجامعه كلها، ان احنا نعمل افطار جماعي يضم العدد الكبير ده. فكليه الهندسه والشباب اللي موجود في كليه الهندسه بيستخدم فكره الهندسي اللي هو اتعلمه على مدار السنين، انه يطلع لنا حفله تكون كويسه، فاستخدموها في الشكل اللي بيقدر يشكل بيه. فعشان كده كليه الهندسه سباقه في الموضوع ده. والعلم حضرتك دلوقتي معظم الكليات في جامعة طنطا عملت حفل إفطار جماعي السنة دي. كنا حريصين، ورئيس الجامعة حريص إن الشكل ده يتكرر في أكتر من كلية، وفعلا رمضان الحالي أكتر من كلية في جامعة طنطا نفذت حفل الإفطار الجماعي، مش الهندسة بس. صحيح. طب مصطفى، يعني إبراهيم عفوا، خليني أسألك بقى، يعني دكتور أحمد هو بيقول كلية الهندسة بيستخدموا الطلبة وبيهندسوا بشكل معين، بيخرجوا الحفل يعني له طعم ومذاقه الخاص. طيب أنتوا بقى كاتحاد طلبة كيف ساهمتم في إخراج هذا الحفل بهذه الصورة؟ واحنا بصراحة كان بقالنا شهرين قبل رمضان كنا بنرتب ان الفطار يطلع بالشكل الكويس ده. كنا بنحاول ان احنا نقسم تيمات، تيم خاص بالتنظيم، تيم خاص بالرسمة، تيم خاص ان هو يشوف المطاعم ويشوف الحلويات، يشوف كل التفاصيل دي ان احنا نجيبها منين. فكان في 6 تيمات وتيم خاص بالتسجيل والميديا اكيد، يعني هي كانت بتوصل صوتنا. فاحنا كنا شغالين على الفطار بقالنا شهرين، وكنا بنحاول ان احنا ندور على كل تفصيلة صغيرة،
كل تفصيلة صغيرة أدت إن الفطار يطلع بالشكل الكويس ده وبالشكل المبهر ده. نعم. طيب خليني برضو أرجع تاني بقى لدكتور أحمد، يعني هذا الاحتفال زي ما قلنا كده ما يميزه لمة العيلة والأسر الكتيرة الموجودة وهكذا، أما يعني تأثير ده إيه يا فندم؟ يعني هذه الجلسة الأسرية العائلية تأثيرها إيه على العلاقة ما بين الطلبة والأساتذة وأسرهم؟ أكيد كان لها يعني تأثير خاص. أنا هقول لحضرتك، مائدة واحدة بتشكل أكتر من 2100 شخص، كل واحد في مكانه جزء من الصورة اللي حضرتك شفتيها. فمائدة واحدة، إطعام واحد، وجبة موحدة للجميع، أسر موجودة، كل ده بيعمل روح من الترابط الاجتماعي، الود، خلق روح جميلة في العمل في الكلية. كل ده بينعكس على إدارة الكلية، بينعكس على الطلبة في الكلية، بينعكس على كل العاملين. لما حضرتك تتخيلي ان احنا استنينا اسبوعين لحد ما الطلبة خلصت امتحانات الميد تيرم بتاعتها عشان تبقى ايه فاضية بعد اسبوعين من الامتحانات والعناء كده وهي مرتاحة كده. تمام. وعملناه في الاسبوع الثالث. يمكن يا فندم بالفعل معنا على الشاشة صورة يعني من صور هذا الاحتفال. اتفضل يا فندم. ده الشكل اللي هم حطوه. يعني طبعا ده كله تصميم وتنفيذ اتحاد الطلبة. يعني خدنا فيه وقت كتير جدا، ويقدر مصطفى ابراهيم يكلم حضرتك. خدنا فيه وقت كبير جدا، اكتر من شكل اتعرضوا علشان نقدر نوصل للشكل النهائي اللي ممكن يتعمل. نعم. وعشان بصمه كليه الهندسه تبقى موجوده، وعشان بصمه كليه الهندسه. وفي صحيح. نقطه ده في نقطه احب اقولها لحضرتك مهمه جدا في الاطار ده. هي الفكره كلها مش شكله بس، ان انا اعمل شكل يدي منظر كويس. الفكره ان ده راجع فيه الهندسه بشكل كبير جدا. الشكل ده بيتغير حسب العدد اللي هيبقى موجود في الفطار. يعني الشكل لو 1000 واحد مش هيبقى هو ال 1500، مش هيبقى هو ال 2000. ازاي؟ بص حضرتك، دي بتتحسب بعدد الترابيزات، بالافراد اللي احنا عارفين انهم جايين. مثلا لو هو عمل شكل فانوس ولقى العدد اكبر شويه، فبيبتدي ينزل شكل انديل اضاءه، فلما ينزل شكل الانديل ده يزود عدد الترابيزات معاه، يعمل شكل الهلال اللي موجود في الرسمه اللي حضرتك هتشوفيها، فيزود كمان عدد الترابيزات معاه لحد ما يوصل انه بقى يقدر يحقق العدد اللي جاي. فهو احنا برضو شايفين هذا الكلام ده اللي اتنفذ السنه دي. ده اللي قدام حضرتك ده اللي اتنفذ السنه دي. فكل حاجه من اللي موجوده دي محسوبه. يعني هو ما بيعملهاش كده، ده بيدخلها وبيرسمها وبيشوف كل ترابيزه هتاخد عدد كام والحضور اللي هيجي كام. صحيح. طيب بص بقى يا ابراهيم، انا عايز هسألك نفس السؤال اللي سألته الدكتور احمد. انت وانت قاعد يا ابراهيم كده على هذه المائده الكبيره، جنبك رئيس الجامعه، جنبك الاساتذه بتوعك، جنبك يعني ممكن الموظفين والعاملين في الجامعه، ده كان احساسك ايه ساعتها؟ بصراحه كان احساس جميل، ان احنا كنا حاسين ان ده جو اسري مترابط، ان فرحه الطالب ان هو قاعد جنب رئيس الجامعه، قاعد جنب النواب او جنب عميد الكليه. كذلك برضو العمال بصراحه كانوا مبسوطين واسرهم كانوا موجودين، يعني كان في بعض الزغاريط والافراح، ان الناس كانت مبسوطه، وان الطلبه اتجمعت على الاستيج بعد الفطار يعني حوالين اداره الكليه، وكان في جو اسري مترابط. يعني كان في انشطه ثقافيه بعد بعد الفطار. اكيد طبعا كان في انشطه زي التنوره، زي الشخصيات الرمضانيه والكرتونيه، كان في تخت شرقي ان كانت ناس بتغني طبعا، كان في ابتهالات قبل الفطار. فكانت الناس يعني الحقيقه كانت مبسوطه، كان في اكتيفيتي كتير قبل الفطار واكتيفيتي برضه بعد الفطار. وكان يعني المسؤول عنها اتحاد الطلبه طبعا. كان المسؤول عنها اتحاد الطلبه يعني بالتعاون مع الاسر، كان معانا اسر بتشارك يعني معانا بان اليوم ده يطلع بالشكل الجميل. يعني هو طلع بالفعل بشكل جميل يا الحمد لله. طيب دكتور احمد، حدثنا عن كليه الهندسه جامعه طنطا، يعني هذه الكليه متى انشئت؟ اهم الاقسام فيها اتكلمنا عنها. والله هي كلية الهندسة انشأت سنة 1984 بقرار الجمهوري 1442-24، بتضم في الوقت الحالي 10 أقسام علمية وأربع برامج مميزة، ومقدمين على أربع برامج مميزة تانية. الأقسام كلها لها نشاطات متعددة، سواء في كافة المجالات، خدمة المجتمع، الابتكارات، الأبحاث العلمية، فالكلية لها نشاط كبير جدا في الإطار ده. وانا يعني لو حبيت حضرتك استفيد معاك هياخد وقت كبير جدا. يعني اهم بس كده، اهم الملامح الاساسيه. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 10 اقسام. منهم اقسام بتحقق رؤيه مصر 2030 في اطار الابحاث اللي هي شغاله فيه. عندنا ابحاث شغاله في مجال تحليه المياه، وده ضمن الاهداف البحثيه اللي حطها مصر. عندنا ابحاث شغاله في
الحفاظ على الطاقة وتخزين الطاقة. عندنا أبحاث في المحركات، قياس مدى التلوث اللي طالع من المحركات وتحسين أدائها. عندنا أحدث حاجة شغالين فيها دلوقت قسم إنتاج بيعمل الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية. دي فكرة كويسة جدا، منها إنه بياخد المخلفات اللي بتعتبر ملهاش سعر، بيحقق منها ألواح خشبية بتستخدم في عمل المسطحات الخرسانية. لقينا إن أحدث الدراسات اللي تمت عليها دلوقتي إنها ما بتمتصش المية، إن بتقلل الإشعاع بنسبة 50%، وده يعتبر حاجة كويسة جدا وسابقة. كل الابحاث. طب ده يا فندم ده هياخدني بقى لفكره ان خدمه المجتمع وتنميه المجتمع من خلال الجامعه ومن خلال الكليه. حضرتك ذكرت يعني اقسام بعينها وابحاث بعينها بالفعل لها علاقه وطيده بالمجتمع يعني المحيط بها. طب اتكلمنا بقى عن الدور اللي بتقوم به الكليه يا فندم في خدمه المجتمع وتنميته. هي الكليه الهندسه جزء من جامعه طنطا، وزي ما حضرتك شايفه الحركة السريعة والتطور اللي احنا شايفينه في جمهورية مصر كلها، حركة بناء، حركة تنمية، حركة تطوير، وبالتالي احنا جزء من المؤسسة دي، فده لازم نشتغل بنفس السرعة اللي شغالة بيها البلد. لو هتكلم عن خدمة المجتمع، احنا على مستوى الجامعة عاملين طفرة في خدمة المجتمع والبيئة. يعني ان كان ليا الكلام طبعا في ناس تتكلم مني احسن مني كتير في الموضوع ده، لكن أنا هدي حضرتك شكل سريع كده، مش حصر ولكنه نقط سريعة. خدمة المجتمع لما تيجي تبص للجامعة عموما، من أول ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة بتاعة حياة كريمة في شهر 1/2021، في خلال السنة 2021 دي جامعة طنطا عملت 163 قافلة، سواء قافلة طبية، توعوية، رياضية، زراعية، صرفين عليها 12.5 مليون جنيه. لو بصينا كمان محو الأمية، خدنا باع كبير جدا في محو الأمية على مستوى محافظة الغربية. لو جينا شفنا مستشفى 900 اللي احنا دشناها ومعالي رئيس الجامعة مهتم بيها جدا، اللي هتخدم قطاع كبير جدا سواء في منطقة المحلة أو حدود كفر الشيخ والمنصورة. لو جيتي كذا حاجة، لو جيتي حضرتك تشوفي مشروعات حياة كريمة اللي هي بتتنفذ دلوقتي في مدينة زفتة، أنا عندي طقم استشاريين من كلية الهندسة مشارك مع محافظة الغربية في حياة كريمة بالكامل بالكامل، سواء في الاستلامات، ويعني ده بنعتبره هدية من كلية الهندسة للمحافظة وللمشروعات التنموية اللي بتقوم بيها الجمهورية كلها. لو شفتي المبادرة اللي أطلقتها برضو جامعة طنطا في رعاية ذوي الهمم، فخامة الرئيس يوم 5/12 أطلق مبادرة 5/12/2021، مبادرة ذوي الهمم، 6/12 على طول كنا بننفذها في جامعة طنطا وعملنا لهم قادرون باختلاف، اللي لفت جامعة طنطا كلها، كلية كلية وكل كلية ساهمت في المبادرة دي. يعني بالشكل اللي تقدر عليه. عندي كهندسة لما جم دخلناهم مركز التطوير المهني تابع للجامعة الأمريكية، أنا عندي فرع وفيه في كلية التجارة فرع جامعة طنطا، وعلمناهم مهارات كتير جدا في التعامل، سكيلز في الشغل، مهارات التشغيل، التوظيف، الماركتينج، فكل دي حاجات احنا ساهمنا بيها في رعاية والاهتمام بذوي الهمم. لو جيت حضرتك تشوفي على يعني مجالات كتير، زي ما قلت لحضرتك انا مش هقدر احصيهم، ولكن انا ذكرت بس معظم النقاط قاعده في مجلس جامعه طنطا ومعايش وملامس للي بيحصل في الجامعه. انا بقى هسال برضو ابراهيم يعني هذا السؤال. هنا تحدثنا دكتور، تحدثنا عن دور الكليه ودور الجامعه بوجه عام في خدمه المجتمع. دور اتحاد الطلبه بقى اكيد هو بيقوم بدور هام يعني تنويري في المقام الاول لطلبه الجامعه، لكن اكيد له دور، او يعني انا بسال هل له دور على مستوى المجتمع يعني ابراهيم بوجه عام؟ أكيد اتحاد الطلبة بيكون له دور على مستوى الجامعة، خصوصا مثلا بالمشاكل اللي هي تخص الطلاب. لو المشكلات اللي هي اضطرينا ان احنا ان هي تطلع الجامعة، فاحنا بنوصل صوتنا للجامعة. كان في مثلا بعض الندوات من اخر اسبوعين، كان في ندوتين او ثلاث ندوات كانوا موجودين في كلية الهندسة، ندوات توعوية وندوات دينية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، بحضور نائب رئيس الجامعة. فكل دي يعني حاجات ندوات بتنظمها كلية الهندسة، وفي ندوات تانية ان شاء الله هتبقى دي خاصة للطلبة يا ابراهيم، ولا ممكن يعني بتكون خاصة للطلبة كلية الهندسة بس؟ لا هي على مستوى الجامعة بس، هي معمولة في كلية الهندسة. بيبقى مطلوب من كل كلية ان هي تنظم ندوات، فكلية الهندسة في النشاط ده هي موجودة، يعني ان هي بتنظم ندوات
بحيث ان هي يكون في ثقافه تصحيح المفاهيم الخاطئه اللي عند بعض الطلاب يعني وكده. نعم. طب ابراهيم خليني اسالك السؤال ده، انت رئيس اتحاد كليه الهندسه وجامعه طنطا تحتفل بيوبيلها الذهبي، هل هذا الامر او هذه الحقيقه واقعه خاصه عليك؟ هو اكيد طبعا ان هو مثلا بتكون بتمثل عبء عليا ان في ظل ما الجامعه بتحتفل بيوبيلها الذهبي، مطلوب ان انا الواحد ان هو يجتهد في المكان اللي هو فيه، سواء كان اللي هو دور اداري او دور اللي هو الترفيه اللي هو خاص بالانشطه الطلابيه، فلازم طبعا ان السنه دي تكون ناجحه زي ما جامعه طنطا بتحتفل بيوبيلها الذهبي، نعم فلازم ان كليه الهندسه برضه نعم او الدور المقتصر على رئيس اتحاد الطلبه ان هو يوصل صوت الطلبه يعني، وفي نفس الوقت بيعمل انشطه يعني ترفيهيه. كان عبء عليك، كان لود ومسؤولية أكبر زي ما أكيد بيقولوا، كان أكيد مسؤولية أكبر. طب دكتور أحمد، يعني هنقول إن في هذا الحفل الجماعي كان هناك بعض القيادات يعني مشاركة فيه الحقيقة، يمكن بعض القيادات من مجلس الشيوخ على سبيل المثال كانوا موجودين، وبعض الرموز الحقيقة على مستوى محافظة الغربية، وده بيخليني أسألك عن دور هذه الجهات المختلفة في يعني في دعم العملية التعليمية، مش عايزه اقول بقى في جامعه طنطا بقى، خلينا نتحدث في جامعه طنطا يعني في المقام الاول ودورها، انتوا اكيد يعني مستشعرين اهميه هذا الدور بدليل وجودهم معاكم في مثل هذا التجمع الخاص طبعا للغايه. طبعا. انا هقول لحضرتك لما تيجي تعملي نشاط طلابي وتيجي تعملي حاجه زي اللي احنا عملناها دي وتلاقي قيادات الجامعه كلها موجوده، ده يعني بيدينا احنا دعم، بيدينا ان احنا ماشيين صح، بيحفزنا ان احنا نشتغل اكتر. لما اجي ابص الاقي نقيب المهندسين في الغربيه موجود في الاحتفال، الدكتور تامر الكوراني نقيب المهندسين، دي حاجه بترفع حتى من الروح المعنويه للطلبه. لما اجي ابص الاقي الدكتور احمد حماد، وانا بوجه له الشكر من هنا اللي هو عضو مجلس الشيوخ، انه لبى الدعوه وجاه وحضر وحتى كتب كلام كويس جدا على الصفحه بتاعته عن اليوم، وانه اكثر من رائع وانه كان سعيد في التواجد في كليه الهندسه. طبعا لما القيادات دي بتبقى موجوده ده بيحسسك ان انت ماشيه صح. التنظيم اللي الشباب تعبوا فيه، وانا بصراحه يعني استغل الكلمه دي ان انا اوجه لهم الشكر، لان لو حبيت ادخل في الكلام عن الشباب واللي عملوه في الحفله دي بصراحه انا كنت متابع، بس مش قادر اقول لحضرتك يعني ما نقلقش على مصر. صحيح بصراحه شباب كويس جدا، منظم جدا. انا اول ما الفكره بدات طبعا الواحد بيبقى قلقان، عدد زي ده انت هتلتزم صحيح. انه يفطر في ميعاد معين تنظيميا، جاي لك قيادات هتحضر معاك، صحيح. فانت عايز شكلك يبقى كويس، تقعد معاهم مره واثنين وثلاثه. طبعا دعم الجامعه غير محدود، يعني احنا لقينا دعم من الاستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعه، لدرجه ان الفكره زي ما قلت لحضرتك اتعممت على بقيه الكليات. الاستاذ الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعه برضو كان من الناس الداعمه جدا، وقال لي بالحرف الواحد معروف ان الهندسه بتعمل افطار كويس جدا. قعدت مع الشباب لقيت خطط، مش خطه، خطط. انا هقول لحضرتك يعني الرسمه اللي حضرتك شفتيها اكتر من واحده علشان نختار واحده نهائيه نقدر ننفذها. كانوا عايزين يعملوها لي انا مفاجاه، يعني بيقولوا لي ايه بلاش تشوفهم احنا عايزين نعملها مفاجاه لعميد الكليه. فانا حتى هو ضحك اهو، قلت له مش انا اللي اتفاجئ يا ابراهيم. بس خلي العميد بس اللي يتفاجئ مش انا. يعني قلت له مش انا اللي اتفاجئ يا ابراهيم، انا ابقى معاك أنا واشوف واتابع وبعد كده خلي الناس هي اللي تتفاجئ. صحيح. فلحد ما استقرينا على الشكل، المجموعات اللي نظموها يعني لما تبقى حضرتك عارفه ان في مجموعه مع المطعم اللي بيجهز الاكل عشان تتابع الوقت اللي هيجي صحيح. فيه والكواليتي بتاعته والتايم بالظبط اللي هيوصل. صحيح. لما تلاقي حضرتك مجموعه مسؤوله عن التنظيم وعن الرسمه، لما تلاقي سعادتك مجموعه من مسؤوله عن النشاط اللي بيحصل صحيح. في اليوم ده. نعم. فده يعني بصراحه حماس جامد. والله يا دكتور ادي الشباب احمد الفرصه. نعم. يعني دكتور بصراحه صحيح اديهم الفرصه، انا بصراحه هم ابهروني، انا صحيح. شخصيا ابهروني. ما انا بقول لحضرتك هو كل هذا الكلام تجسد الحقيقه في بالفعل على ارض الواقع، على ارض يعني مش الواقع مجرد كلام، ده بالفعل. وشوفي كلمات الثناء اللي احنا لقيناها من كل الناس، عضو مجلس الشيوخ لما يحضر ويكتب لك على صفحته الخاصه ان ده كان يوم اكتر من رائع. شوفي يعني ده كله حاجه بصراحه هي اسعدتنا جدا، وانا بوجه لكل اللي حضروا الشكر ده. بصراحه لانهم سندونا دعمونا، بوجه لهم كلهم الشكر ويعني الحمد لله.
الحمد لله. طب ابراهيم بقى ده هيخليني اسالك الحقيقه، ان هو كان في توقف لمده سنتين زي ما قلنا بسبب وباء كورونا، وبالتالي ما كانش في فعاليات كثيره، يمكن دي الفعاليه الثالثه بعد يعني استمرار الحياه والتعايش مع هذا الوباء. ايه الجديد بقى اللي حرصت عليه؟ يمكن الدكتور احمد هو قال جديد كتير قوي، يعني قال بسم الله ما شاء الله كثير من المزايا، بس انا عايز اسمع منك انت انت كنت حريص على ايه يا ابراهيم وانت بتشارك في تنظيم هذا الحفل او هو بصراحه قبل اي حاجه، بس يعني كان في زميله صديقي علي يونس، كان هو المسؤول، كان هو الايفنت مانجر يعني عن الفطار، فكان هو كان حريص بالتيم اللي معاه، واحنا كلنا كنا حريصين من اتحاد طلبه واسر ان اهم حاجه لمه عيله ترجع. ده كان اهم حرصه بالنسبه لنا بعد انقطاع سنتين، ان لمه عيله ترجع. كنا لمه حريصين عيله هنا تقصدوا بيها ايه؟ لمه عيله نقصد بها اعضاء هيئه تدريس، اداره جامعه، عمال، موظفين، طلبه، ان احنا كلنا لمه عيله ثلاثه ترجع، وان شاء الله ما تنقطعش، والسنه الجايه تكون في لمه عيله اربعه صحيح. وهكذا يعني. فاحنا كنا حريصين ان لمه عيله ترجع. طبعا برضو بنكون حريصين ان السنه الاخيره بتكون الفطار كان مثلا في حدود 1800 طالب او 1800 شخص حاضر، بنكون ان احنا عايزين السنه دي نخليه 2000، والسنه اللي بعدها عايزين مثلا نوصله 2500 و3000، لحد ما نحاول ان احنا نشوف مكان او نشوف رسمه تسع الكليه كلها من دكاتره وموظفين وطلاب واداره يعني. فكان عندنا حرص ان العدد يكون زياده، الرسمه تكون مختلفه وتكون جديده، كذلك مثلا الاكل ان هو يكون شكل مختلف، جاي في حاجه مختلفه تدل ان لما الناس تشوف الاكل، او تشوف مثلا الاكل كان موجود في كرتونه معينه، الناس لما تشوف الكرتونه دي تفتكرها بعدين، تقول مثلا ان ده كان فطار صحيح. 2022 يعني. طب انا هاخد برضو كلمه هقف عندها كده ابراهيم، انت قلتها، انا كنت حريص ان هذا الافطار يكون لمه عيله. لمه العيله يا ابراهيم بالنسبه للشباب اللي في سنكم دلوقتي، معلش قد يكون هناك يعني مش عايزه اقول تقصير في هذا الجانب بعض الشيء، بسبب طبيعه الحياه المعاصره، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي ضغط علينا بشكل ما، وانت يعني شاب بتعيش هذه الفتره، هل تفتقد للمة العيلة بوجه عام؟ هل أنت تتحدث مثلا نيابة عن يعني جيلك من الشباب إن لمة العيلة نحن نفتقدها في هذا الوقت، وإن احنا في حاجة ماسة إليها، وإن احنا بندعو، نحن الشباب ندعو الكبار لكي يعني نرجع لمة العيلة مرة تانية؟ وبصراحة لمة العيلة بس هي مش مقتصرة على الأهل، هي مقتصرة على يعني في أصدقاء، في زملاء عمل، في جامعة. فمثلا بالنسبة للفطار، لما احنا كنا بنجهز له من شهرين، كان آخر مثلا أسبوع كنا يوميا متواجدين في الكلية، كنا بنفطر سوا، نعم. كان دي مثلا كانت بالنسبة لنا لما ان احنا كان في ذكريات، كان في صور، ان احنا بنحاول ان احنا ناخد ذكريات بحيث ان احنا نفتكرها بعدين يعني. خصوصا مثلا ان اخر سنتين بسبب فترة كورونا ما كانش في اي خالص اي تجمعات، كان كل الناس كانت موجودة في نعم. بيوتها يمكن بسبب. احدى الصور بالفعل بنشاهدها على الشاشة اهو دلوقتي. مظبوط، كمل يا ابراهيم. ده يعني ده كنا حريصين ان لمة العيلة ترجع يعني. وهي رجعت بالفعل الحمد الحمد لله. لله. طب دكتور احمد خليني اقول لحضرتك، كليه الهندسه حضرتك ذكرت انها تم انشائها سنه 84 بالتحديد، ما هوش مش زمن بعيد لا مش الحقيقه. بعيد. طب بس خليني اقول لك بقى، هناك ابتكارات رغم يعني قصر عمر، او هي كليه شابه يعني لم تتعدى يعني لم تتعدى عمرها الكثير من السنوات، الا ان هذه الكليه خرج عنها بعض الابتكارات بالفعل. لو تحدثنا عن بعض هذه الابتكارات. هو علشان اجاوب حضرتك على السؤال ده، انا هقول شويه نقط سريعه كده يعني. انا عندي في كليه الهندسه جامعه طنطا استاذ واخد جايزه افضل باحث على مستوى الوطن العربي لسنه 2018. عندي في كليه الهندسه 8 اساتذه من افضل 2% علماء على مستوى العالم. كليه الهندسه الشباب الباحثين اللي فيها واخدين معظم جوائز الدوله وجوائز الهيئات والافراد، محققين النجاح في كل حاجه. منتظرة حضرتك في المنظومة اللي زي دي ان يطلع منها ايه. فيعني انا بس حبيت ابدأ البداية دي عشان حضرتك تكوني عارفة الكلية فيها ايه. لا، مجموعة من الشباب الاساتذة اللي شغالين في مجالات كتير جدا، مجالات بحثية كتير جدا. احط كمان لحضرتك او ازود على الكلام ده ان جامعة طنطا بتهتم بالبحث العلمي وبتدعمه وبتدي مكافآت مالية للي بينشر ابحاث مميزة. لما كلية الهندسة جامعة طنطا 2020 واخده من الجامعه جوائز ماليه تقدر ب 850 الف جنيه 2021، يعني فرق سنه، ال 850 الف جنيه دول بقوا 2,450,000. فشوفي حضرتك يعني كم الجوائز اللي هم خدوه قد ايه. لما تعرفي ان انا عندي شباب الباحثين واخدين مشاريع بحثيه في سنتين معديه 26 مليون جنيه. وعشان حضرتك برضو تبقي معايا في الكلام ده، 26 مليون جنيه
لا بنكلف الجامعة بيهم حاجة ولا الكلية بتتكلف حاجة، ده واخدينهم مشاريع بحثية من جهات مانحة. نعم فكل ده يعني يعتبر هيئة بحثية كبيرة موجودة عندي في كلية الهندسة. لما أقول لسيادتك إن إحنا عندنا أحدث روبوت موجود في الشرق الأوسط، كان الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة عمل زيارة لجامعة برادفورد، فشاف الجهاز ده موجود هناك والروبوت ده موجود هناك، الزراعة الآلية والمحاكاة موجودة هناك، فنقل الفكرة. لما نقلناها عندنا نقلناها الأحدث من اللي موجودة هناك. كل ده بيستخدم في مجال الأبحاث التطبيقية. كل الأقسام دلوقتي بتتسابق، وشباب الباحثين عندنا بيتسابقوا زي ما قلت لحضرتك في مجالات عديدة جدا، واحنا في الفترة الأخيرة مركزين على الأبحاث التطبيقية، الأبحاث اللي تخدم المجتمع، الأبحاث اللي تعمل شراكات مع الصناعة، نعم علشان يعني ما يبقاش هباء منصور. احنا صحيح. دلوقتي بصراحة العالم بيتطور واحنا لازم نكون متطورين معاه. فكل ده بيصب في مصلحة كلية الهندسة وجامعة طنطا عموما، وطبعا جمهورية مصر العربية كلها. فده ده حاجة صحيح. احنا دايما ورا اي بحث علمي يضيف. نعم فده انا بتكلم كمان بحكم ان انا وكيل الكليه للدراسات العليا قبل صحيح. ما ابقى قائم بعمل نعم، عميل وربط البحث العلمي بخدمه. طبعا بالمجتمع طبعا طبعا وبالبيئة، ده صحيح. بنشوف احتياجات المجتمع ايه، بوجه البحث العلمي بتاعي للاحتياجات اللي عايزاها المجتمع، ده صحيح. ودايما عنا على رؤيه مصر 2030. نعم طالما انا عندي خطه يبقى انا لازم نعم ابقى ماشي في اطار هذه الخطه. نعم صحيح، فالحمد لله والشكر لله، المكان مميز يعني الحمد لله. وهيفضل مميز بيك يا دكتور كتر يحيى. خيرك. شكرا طيب شكرا. إبراهيم، يعني خليني أسألك، الاتحاد أكيد له لجان مختلفة بتقدم أنشطة مختلفة للطلبة، عايزة أتحدث عن هذه الأنشطة بوجه عام وعلى رمضان بوجه خاص. يعني هذه الأنشطة أكيد بتختلف وبتاخد طابع خاص في شهر رمضان، لو تكلمنا عن هذه هو التفاصيل. احنا في الاتحاد بيكون في 7 لجان، ف7 لجان كلهم شغالين بالتوازي. يعني في رمضان مثلا في لجان زي لجنة الأسر كانت حريصة إن الأسر تشارك معانا في الإفطار الجماعي، وإن هم يكلموا الأسر وإن هم يدعوهم إن هم يكونوا مشاركين معانا. مثلا في لجان زي لجنة الجوالة والخدمات العامة كانوا حريصين مثلا إن هم يعني استغلوا فترة توقف رمضان وإن ما فيش مثلا كافيتيريا، إن هم يتابعوا التلفيات اللي موجودة في الكلية وإن هم ينزلوا بشكل يومي إن هم يشوفوا التلفيات وإن هم يحاولوا يصلحوها ويعالجوها مع إدارة الكلية. مثلا في لجان زي اللجنة الاجتماعية اللي هي بتخص بتشوف ايه مشاكل الطلاب وان هي بتستقبل مشاكل الطلاب على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب هندسة طنطا، ان هي تشوف ايه هي المشاكل وتحاول ان هي تصلحها وتعالجها، وكذلك برضو بتستقبل المقترحات وبيحاول ان هم يشوفوا مثلا لو في رحلة او حاجة بعد العيد، بحيث برضو ان يفضل في ترابط بين الطلبة واتحاد الطلبة والإدارة. يعني كذلك اللجنة الثقافية والاجتماعية برضه هم عاملين نشاط مشترك، بس ده خاص يعني بأعضاء الاتحاد، إن هم بينزلوا أسئلة دينية وبعض بعض القصص الدينية والأحاديث يعني بخصوص رمضان وال10 أواخر وما إلى ذلك. بس ده كده كل اللجان. طب إبراهيم، حفل الإفطار الجماعي اللي تم السنة دي يعني به الكثير من المزايا، هو حاجة رائعة الحقيقة، بس أكيد أكيد هناك بعض السلبيات أنت مشارك فيه بشكل ما، أكيد أنت برضو يعني وضعت يدك على بعض هذه السلبيات بما أنك مشارك إيجابي في هذا الأمر، وهتحاول تتلافاها إن شاء الله في العام المقبل، لأن أكيد يعني إن شاء الله هيكون في إفطار إن جماعي شاء في الله العام إن شاء المقبل الله بإذن إن الله. شاء الله. فهسألك من موقعك كده يا إبراهيم، إيه اللي أنت شفته كسلبي في إفطار هذا العام وستحاول جاهدا أن تتلافاه في العام المقبل بإذن الله؟ هي ممكن تكون مشكلة مثلا متواجدة، وده حاجة غصب عننا مثلا، ألا وهي مشكلة القمامة. يعني إن هي مثلا إن إحنا بنحاول إن إحنا نشيل مثلا كل القمامة، بس ممكن يكون في بعض الحاجات إن هي تفضل موجودة لتاني يوم، فده مثلا لو في حد إن هو شافها أو حاجة فبيكون منظر غير لائق يعني. فإحنا بنحاول إن إحنا سنة بعد سنة إن إحنا بعد الفطار على طول تكون المشكلة دي تتلاشى بشكل نهائي يعني. يعني هو تقصد النفايات او النفايات اللي ترتبت مظبوط على على الافطار الحفل. يعني، مظبوط كيفية مظبوط التخلص منها يعني. مظبوط. بنحاول ان يكون في مثلا انشطه يعني ان احنا الطلبه ان هي تصلي العشاء والتراويح، وان احنا نكمل يعني الموضوع ما يبقاش مثلا مقتصر لحد صلاه العشاء بس. بنحاول ان احنا ان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها الشخص اللي يكون موجود يعني ان هو يساعد ان حاجه زي كده تكون موجوده يعني. كذلك برضو موضوع العدد، احنا نفسنا ان احنا يكون في 5000 شخص موجود، عدد أكبر. عدد اكبر يعني، بس للاسف احنا مقتصرين لان احنا المساحه المساحة المكان هي المكان المساحة هي اللي هي اللي بتحجمنا نوعا ما يعني. فلذلك الرسمة بتختلف. احنا مثلا نقول ان احنا عايزين السنة دي نفطر 2000 شخص، فاحنا بنعمل رسمة تشيل 2000 شخص،
فاحنا بنحاول ان احنا نشوف رسمه تشيل 3000 و4000، يعني دي برضه للاسف يعني هي المشكله في الرسمه بس يا ابراهيم. المشكله يعني لو الرسمه مقدور عليها، احنا عندنا طلبه ما حصلوش مش كده؟ المكان. طب دكتور احمد، انا حصل حضرتك نفس السؤال اكيد، هناك كثير من او مش كثير يعني، هناك بعض السلبيات اللي لاحظتها من موقع حضرتك يعني في تنظيم هذا الافطار الجماعي، وحتى تحاولت تلافها، ايه اهمها يا فندم؟ انا هقول لحضرتك حاجه، هو في الاجتماعات اللي احنا نظمناها قبل الحفل بتاع السنه دي حاولنا ناخد خبرات من اللي كان حاصل قبل كده. المشكله اللي اتكلم فيها ابراهيم دي فعلا من النقاط اللي اتقالت لنا، خلي بالكم ان الحفله اللي فاتت ممكن كان في بقايا الاكل فمش عايزينها تفضل لتاني يوم، تمام كده؟ فكنا مظبطين انهم بعد حفله الافطار على طول ما تخلص انهم يبتدوا في تجميع الكلام ده، وكنا حتى عاملين دعوات للحضور ان في اماكن مخصصه يتحط فيها الكلام ده. كنا الفكر التاني بقى ان احنا وانت بتخططي بتبقى حاطه اكتر من بلان في دماغك هتعملي ايه. فكان فكره خوفنا للاكل يتاخر، الناس هتفطر ملتزمين بميعاد، فكنا مجهزين الميه والتمر ونصلي المغرب على ما الاكل يوصل، بس الحمد لله ده ما حصلش. بس انا بوري لحضرتك مدى التخطيط، يعني كان في اكثر من سيناريو واكثر من توقع للدنيا. الدنيا هتحصل، هتمشي ازاي؟ هجيب اكل 2100 واحد، يعني نفترض ان الاكل اتاخر، ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ فكان في اكتر من سيناريو زي ما حضرتك قلتي كده كنا محضرينه. الشباب حتى الفقرات اللي اتقدمت بعد الفطار، انا بصراحه انا بحييهم والله، دي كانت جديده بالنسبه لنا، يعني دي كانت مفاجأة بقى. دي كانت الفقرات مفاجأة اللي اتقدمت بعد الفطار، يعني فقرات محترمه جدا، اغاني تدل على رمضان واغاني وطنيه بعد الفطار. ده حصل بعد الفطار، كانوا جايبين باند قدم مجموعه من الاغاني كويسه جدا، فحتى ما جرحوش شعور الحضور صحيح. باغاني غير لائقه، لا 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 لا، الموضوع ده بصراحه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. خلي بالك من يتخير الشباب، خلي بالك. بصراحه هم يعني انا بشكرهم، وانا بستغل ان انا مع حضرتك، لان العمل مش عمل لا عميد مش عمل واحد، ده صحيح. عمل جماعي يبدا من اداره الجامعه اللي دعمت ووقفت ورانا، للشباب الجميل ده اللي مهما بصراحه انا بديلهم حقهم، لان انا يعني اللي شفت منهم يستاهلوا انهم ياخدوا حقهم كامل. تنظيم رائع، حاجات كويسه جدا، وبرده في يعني عندنا جندي مجهول اللي هو امين الكليه اللي هو الاستاذ محمد سعد، ده بصراحه يعني دينامو الكليه في التنظيم، كنت اتصل بيه الساعه 12 بالليل. خلي بال حضرتك ان عشان تنظمي حاجه زي دي الشباب ده فضل اربع خمس ايام قبلها شغال على الارض في الكليه، لدرجه انهم كانوا بيباتوا هناك. اتصل بيه الساعه 12 بالليل الاقيه متواجد، وما تقلقش يا دكتور ده احنا عملنا كذا، لا الحته دي الاضاءه فيها كانت ضعيفه شويه هنزود الاضاءه، فالحمد لله الامور عدت. سلبيات انا شايف طبعا احنا كل سنه بنحاول نطور نفسنا، مش هنقف عن طبعا لازم كل طبيعي. واحد بس السلبيات كانت قليله جدا لدرجه انها لا تذكر وسط كم الايجابيات اللي حصلت. صحيح صحيح، فدي الحمد لله ان احنا بنقول ليه لو في سلبيات، عشان لا. باذن الله الاحتفال وحفل الافطار المقبل باذن الله يكون حاجه بقى نموذجيه، ما حصلتش فيها اشكال هندسيه، ما حصلتش فيها 5000 شخص ويمكن اكثر. احنا نتمنى المكان بس المكان نشكركم على لمه العيله وعلى هذا الاحساس الجميل اللي وصلتوه، وهذا المجهود والناس اللي شاركوا واللي ما جوش مع حضراتكم، وانتم تكرمتوا بذكر اسمائهم، شكرا جزيلا ليكم، شرفتونا. كل عام وحضراتكم شكرا بخير. الشكر للدكتور احمد نصر القائم باعمال عميد كليه الهندسه جامعه طنطا، والشكر ايضا لابراهيم الشناوي رئيس اتحاد الطلبه بكليه الهندسه بالجامعه، شكرا جزيلا لحضراتكم. الشكر موصول ليكم مشاهدينا الكرام، انتهت حلقه اليوم، وشكرا لطيب المتابعه. اللي تتكلم لجيو. والله يا فندم لا الجيو ولا البر. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. وانا شغلتني في شغلتي في هتشربي بالزور ولا كتفك؟ احتارت المحكمة في اتنين قلوبهم جر. بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط، ايه ده يا حسبه؟ اللحم الابيض المتوسط. فقد تزندق.
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق.